ما حكم وضع المشابك أو المسكات وهي صغيرة الحجم توضع في هامة الرأس لتمسك الشعر؟ هل تمنع من وصول الماء إلى الشعر أم يقتضي نزعها عند كل وضوء مع أن في ذلك بعضا من المشقة؟ هذا السؤال يتضمن جوابين في الواقع. أولا أن جمع الشعر على الرأس حتى يكون كالسنام أمر مذموم شرعا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، يعني ظلما وعدوانا، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. وعليه فلا يجوز أن يعقد الرأس فوق الهامة لا بمشابك ولا بغيرها. هذا جواب ما يدل على السؤال من وجه. من وجه آخر أنه لو فرض أن هذا التجميل من الخلف وهو ما يعرف عند النساء بالكعكة فإنه لا يضر، لأن المسح لا يشترط فيه أن يصل الماء إلى جلدة الرأس، بل يكفي مسح ظاهر الشعر سواء كان مجموعا أم باقيا على حاله. نعم.